بيك لما دي محتاجه تصلي على سيدنا، صلي على الزين وحبيبي سيدنا النبي. هو امبارح انا طلعت معاكم لايف كده على الفجر بعد ما سمعت الفيديو بتاع كابتن مدحت شلبي اللي خلص او انه فاهم انه خلص ايهاب الكومي وعامر حسين. خد هذا الامر استفز الجهات والهيئات ومؤسسات الدوله المصريه واعلنوا دعمهم ومساندتهم للاتحاد المصري لكره القدم من منطلق انه ليس من المعقول ان ناس تتولى وبعد 4 شهور تبقى عليهم حمله رهيبه، حمله رهيبه للاستقاله وذلك لتنفيذ اجندات خاصه وعوده بعض الافراد الى اداره كره القدم في الجماليه لامور تخصهم، لامور تخصهم ولا تخص الكره المصريه، فاعلنوا دعمهم لمجلس جمال علام وقال لك احنا بندعمه لانه اختيار الجمعيه العموميه ولان هو بقاله 4 شهور ولان هو لسه ما عملش حاجه ودايما بتوع الكوره بيقولوا لنا اي حاجه محتاجه خطه طويله الامد. ويعني احد المسؤولين في احدى المؤسسات المهمه قال لي جمله كبيره جدا، قال لي انجلترا خسرت بالاربعه مشوا الراجل بتاعهم، قلت له لا، قال لي خسرت اوروبا مشوا الراجل، قلت له لا، قلت له بس انت قصدك على مين؟ قال لي قصدي على رئيس الاتحاد، قلت له ايوه اوعى تيجي يا عم ايهاب جلال وتقول لي انه يقعد، ايهاب جلال اختيار خاطئ واختيار سيء من المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن لو هم جربوا وانا قلت الكلام كابتن حازم امام، اذا يبقى امورنا وهيستمر مجلس جمال علام مؤلمه في صدمه موجعه مؤلمه لرباعي اون سبورت العمالقه الاربعه مدحت شلبي احمد شوبير سيف زاهر ابراهيم فاي هيقعدوا يقولوا استغفروا يرحمكم الله، هيقولوا لهم اسكتوا طيب الله ايه اوقاتكم، ايوه يا سيدي ده اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. ويرفض ايهاب الكومي اللي اتغسل من مدحت شلبي الرد عليه احتراما لسنه، احتراما لسنه. الراجل اتصل بيشكرني وبعدين قال لي يا ابو اقول له ايه؟ كابتن مدحت هو واثق من نفسه انه يكيل بمكيالين، خلاص وانا اللي يهمني ان احنا كاتحاد كوره نشتغل.